السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم في البث المانوال الأسبوعي، واليوم معنا سولو، جزء سولو. انت كنت معنا في اللايف السولو؟ في اللايف السولو؟ يس معكم في اللايف السولو. انت ما كنت موجود؟ لا كنت معاك انا. انت ما كنت موجود؟ ابي واحدة كده ترمي على الطارة. اي لا مش الطارة، دقيقة. لا انا موجود. ما كنت موجود. راشد اللي ما كان موجود. ما كنت موجود في الفصل اللي قبله. انا عارف لك. انا بعد ما كنت موجود. واضحه كنت موجود بالشات. اوكي يلا تفضل راشد روح. فصل اول صادم لابعد درجه. انا عجبني صراحه كلمه سونغ لما قال على اعمده النار، قال راح تظهر لكن ما حدد يعني اذا اقدر اقتلها ولا ايه، بس يعني هذه النقطه عجبتني فيه. انا صدمت لما طعنا الوحش، ملك الوحش انصدمت، بس متاكد ما راح يموت، ومتاكد ان اللي كان يكلم الالماني ابو سونغ جينو، وهو اللي كلم الالماني اللي فوق. مو في واحد جايبينه حاط شو اسمه؟ ايه هو هذا. هذا ابوه تقصد في اخر الفصل؟ ايه في اخر الفصل قال له، يعني ترى طالع نشب حليوه يعني. ايه فقال له مشكله ابوه، ما ادري وش مشكلته. ايه قال له ان انا اتوقع ان هذا الاب سونغ جينو، لما انهى على ملكه الحشرات. بس في نقطه صدق يعني في ذكرتوني جاسم فلاحي، اعطاني اسئله راح نذكرها ان شاء الله في البث. بس طيب ما خلنا ناخذ انا اخر نقطه حاب اذكرها، ان تعاون ملك الوحوش مع ملك الصقيع هذا الشيء اللي ما توقعته صراحه، خصوصا انهم ما يطيعون بعض، متفقين على الهدف لكن الطريقه هم مش مع بعض فيها. زعتور الفصل عظيم جدا، اسطوري خرافي فخم في شيء. يعني حرفيا صراحة من أفضل الفصول سولو الفترة الأخيرة، القتال وطريقة القتال والمعضلات اللي قدام سونغ، والله شيء رائع، شيء أسطوري، شيء فخم جدا جدا جدا. فأنا أعطيه 10، وأكيد اللي ظهر أنا أشوف أبوه، بس إنه ما أدري شلون طالع صغير، ما أدري شو وضعه، طالع صغير ترى لأنه حاط ومشكلة الطباعة هذه، فمش مبين لك ملامحه يعني. يعترف بعدين. اي لكن بشكل عام الفصل عظيم جدا، خرافي. عندي نظريه، انت اكثر واحد تنبسط بس يعني. بقوله عندي نظريه بسيطه، بس بقول له جبرهم ان شاء الله. طيب انت اكثر واحد مو تنبسط يعني، سونغ انجلد كيف ارن اللي اكله؟ طيب اي شيء اسطوري عادي. انا كنت مبسوط اساسا من هذا الشيء. اقل من سونغ ولا فخمه؟ بالعكس، فخمه هو ابوه صادق، ثلاث ملوك ضده وقاعد يسوي هالشيء، شيء اسطوري، شيء خرافي. شفت ابوه ذاك يقول لا تسوي شيء. اي بس ترى حقة المانا ممكن تصير فعلا سلبيه للاسف يعني. ترى قاعد يستنزف المانا انه يثلجون ظلاله. ما فهمت فكره، ما فهمت فكره بيرو شلون مراجع. سؤال مره مهم. لا اذا الملوك مساكوا ظل يخفونه، يقضون عليه يعني، يحللون الظل ما يرجع له. ليش قالوا شيء؟ يخفون خاصة بالملوك يعني، القدرة عند الملوك إنه يمحي تخيل. عشان كذا خاف عليه وراح يبزع له. عجبني هذا الشيء صراحة في الفصل أكثر حاجة. طيب زعزع، إيش رأيك في إن الأبو يعني إن ملك الظلال يستيقظ والأبو؟ والله عندي نظرية. شوف انا ما تضبط ولا نظريه عندي، وكيف لا تضبط بس بقوله، لكن خلي برهم يجي. السؤال المانا كم كميه المانا عند سونغ؟ اتوقع 100,000 و100 وشوي، 110,000 و8000 فوق. كم الجنود اللي الحين قاعدين يوم جابوا لك شاشه المعلومات، كم المانا عند سونغ؟ ما اذكره والله. كم ما قص قمت ترقى يوم ترقى مستواه؟ اي كان ناقص الاتش بي، كان ناقص، ما هو ناقص كثير. اي دار بس انه كان ناقص. فمعضلة الظلال هذه ما هي معضلة. انا بالنسبة لي هو في اكثر من حاجة لسه ما استخدمها. جرعات المانا عنده مليان في الصندوق لسه ما استخدمها. يقدر يخفي جنود الظلال الضعاف اللي قاعدة تموت بسرعة،
اللي قاعدين يستهلكون مانا على الفاضي وخلي الأقوياء اللي قاعدين يقاتلون. هذا آخر شيء المانا 155 ألف، الصحة هذا 90 ألف يعني ما نقص شيء يذكر، فاهم؟ رغم أنه جمدوهم وقتلوهم جد ما نقص شيء يذكر. وعند المانا الجرعات اللي تعيد المانا يا سلام، ففل البني آدم فل. أنا مو بقصدي في شيء صادم صراحة، المهارات الكامنة حاطين غير معروف في واحدة المستوى لسه. الأخير هو في نفس موضوع نفس موضوع اللي هو القدرة حقته اللي ما انفكت اللي يمشاف الفيديو، في شيء متطلب يسويه عشان تنفك المهارة. عندك العزم المستوى الأول، مهارات خنجر متقدمة المستوى الأخير، كلها بس المستوى الأخير غير معروفة هذه لغز. أيوة. في عندك الجهد بعد كان صفر، ترى في تقليل الضرر السحري 44%، تقليل الضرر الجسدي 65%. كل ما تنزل قوته كل ما يزيد الدفاعات عنده، فمعناته الطعنه اللي جاته مش مؤثره على حياته. انا بوصل فكره انه احمد، انا مو بقصدي انه المانا بينتهي حقه، لا انا قصدي انه سونج انا ما توقعت انه يحتاج الظلال، ما توقعت. لا وين، لا مبين لي انه يحتاج الظلال، والله اني انا انصدمت صراحه، توقعت انه يعني حقنا الضحك حقنا التلفيل. لا يعني والله انه مهم يعني مره. اول شيء وراك انه في ليفل ديفرنت مختلف بين الملوك، يعني ذيك الملكه ملكه الوباء قضى عليها بسرعه، ايه بس ملك الصقيع وملك الوحش لسه توهم بداوا يتحولون تحول كامل وتطلع قوتهم الحقيقيه. فسون قاعد يعاني قدامهم والاثنين باين انهم متعاونين بشكل جبار. هذا الفرق بين اول وثاني، في تاج بينهم اسطوري يعني، في بدون اشارات بدون اي شيء شغالين مع بعض، هذا اللي مؤثر على سونج حاليا. لا واستغلوا نقطه ان سونج بيقتل ملك الصقيع، فاشتغلوا على هذه النقطه جامنرا، اي اشتغلوا على هذه النقطه بشكل كبير جدا. طيب الموضوع اللي كان طرحينه برضه في وقت اللايف رياكشن او وقت النقاش كان موضوع اللي مع ماجد، اللي كان يقول ماجد فيها انه الصيادين الموجودين كلهم بيتدخلون بس على اساس يعطون سونج ادفانتج أي أو لحظة أو لحظة يتعالج فيها ويرجع. معه ولا ضد يا زازا؟ ضد، لأنه ضد النظرية حقتي. حقتي أنا ضد ماجد. أنت مش أنت مخالف ماجد ولا ماجد؟ أنا ضد ماجد، ما أنا أقول ماجد إذا كان في أحد يقدر يسوي هذه الفرصة هما واحد من اثنين. شو اسمه يعني؟ يا صيادين. يا أبوه. أو ملك الملوك. أو شو اسمه؟ توماس. توماس اوت قالوا شيلوه يتعالج. الاشخاص اللي يقدرون يسوون ذا الشيء اللي يكسبون الوقت حق ذا الملوك عشان يتعالج سونج، انا قلت واحده يا الابو وهذا الاقرب بالنسبه لي طبعا، او انه شو اسمه توماس، يعني هو الوحيد اللي يقدر ممكن ياثر فقط زي كذا، اما الباقي قلت والله ما عنده، او كل الجنود حقين سونج. اذا انا بس توماس طلع، لانه توماس اساسا بطور الحاكم جلده الملك الوحش بدون ما يتحول تحول كامل، هو دحين متحول تحول كامل والله يقضي على الفرق. انا شوف ما قاعد اقول لك، انت ركز معي عشان تفهم اللي ممكن يسوون. الموضوع اللي انا قاعد اتناقش فيه ماجد، انا طبعا كلهم ما في احد يقدر يسوي شيء الا الاب. انت ماجد قاعد يقول انه كل الجنود زي كذا بعد ما يشوفون سوق ينطع انهم يسددون ضربه، مو يقتضوا على الملوك، لا يشغلون شوي عشان سوق يتعالج ويرجع. في حالتين اللي انا الاولى اللي اتفق معك فيها الابو، الثانية ملك الظلال نفسه انه يستيقظ ويتحكم. انا ما اشوف انه هو اصلا نائم، هو موجود يعني يتحكم. ايوه كيف زي ما شفنا كل الملوك الوحوش يتحولون، هم قالوا خلينا نقتله قبل لا يتحول الى هيئة الملك الظلال الكاملة. فاذا كان في يعني تواصلوا الاثنين دحين في هذه اللحظات، تلبت واحد اللي يجي يموت يسولف مع نفسه عادي، هذا ما مر زيرو سكند من الحقيقه، يصير تواصل بينه وبين ملك الظلال اللي داخل. قال بدل هذا السيناريو اللي حطيته انا على فكره. اي بدل والله اوكي. بدل وانا يوم بتحول برجع متعافي وما فيك ولا شيء، وباجلدهم لك وبرجع واخذ انت. اوكي لا خلق النظريه في مثلا انا اختي بقول نقطه بس هذا انا قلت قبعه من 7 طلع. لا اول مره ظهر فيه ابو سم كان شعره طويل، ايوه بعدين حلق المره الثانيه حلق. اي فهنا اللي ظهر شخص شعره طويل مش شخص مخبي شكله، انا غلطت فيها من ساعه. فممكن يكون هو ابو سم ممكن، وممكن يكون شخصيه ما توقع يكون حاكم، ممكن يكون احد الملوك ممكن. اوكي
هو ملك ممكن التنانين يكون ملك التنانين إيه. ممكن يكون ملك التنانين بما انه ما ظهر عنا ولا شفنا شكله، شفنا اغلب اشكال ممكن يكون المهندس، ما في شيء مستغرب لان الى الان احنا مو عارفين مين، فممكن المهندس لقى جسد. انا شخصيا انت ممكن حقي، بس المهندس استبعده، ملك التنانين برضه استبعده، الاقرب احتماليه فقط حتى كبقيه. الاقرب انا اشوف الاب، اب ابو سونج هو الاقرب طبعا. النظريه انا معك، انا معك، او مش النظريه اللي السيناريو حطيته انا، شنو قلت انه ملك التنانين سيطر، بس انا على عكس احمد ما قلنا يتفاهم مع سونج، لا هو يشوف ان الوضع خلاص وصل لمرحله خطره، يجي يتفجر قوته، لانه ممكن حتى يضرب اصدقائه حتى قبل اعدائه، لانه خلاص وصل مرحله على حافه الموت او شيء زي كذا، ويجي ابوه يسوي له ختم سيل انه ستوب وقف، مو كاف لا سيل كذا ختم يا وليدي استراجع وقف وذو ستيل. طيب يعني سوي شوف كلامك حلو، كلامك حلو لو صار حلو، بس في سولو ما اتوقع يصير سالفه الاختام انه يختم الملك، مو شرط يختم انه يختم ذا، لانه ممكن يكون في تفاهم بينهم، يوقف ابوه، يوقف ذا، رجع ولدي شيء كذا، يعني يشوف حاجه بطريقه، يعني انا اتوقع انه قوه المسوق انه عنده قدره انه يرجع ولد، بس لان اختياره للنظام معناته في يرن يا زازا اي رن، اي فاهم انا فاهم. طيب ابى اقول نظريتي، اذا برهم بيجي لا يمكن انه يسمع البث برهم، جيب البقى جيب الشاحن لو تسمع يا ابو ابراهيم. نظريتي هي تقول انه الحين كم سونج عنده قلب؟ قلبين حلو، في قلب ملك الظلال وقلبه هو، فانا اشوف انه انا اقول لك اصبر، انا اشوف انه يبي يموت سونج، سونج يبي يموت، سونج يبي يموت خلاص، يبي يموت، بيرجع بقلب ملك الظلال لانه عنده قلبين، فبيرجع بقلب ملك الظلال، بيرجع لا 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 بيرجع لا لا بيرجع، ومو مساله انه ما يكون عنده مشاعر يذبح اهله، لا لا بيصير نفسه بس بقوه متفجره اقوى، لانه خلاص ملك الظلال صار خلاص قلبه الوحيد هو ملك الظلال، ما في قلبين ولا فيها احبك بكل قلبيني، كاني بيحبه بقلب واحد بس ملك بس الظلال. ترى في نقطه يعني انا اشوفها تناقض كلامك، اللي هي الصفحه الاخيره طلعوها الصح 94,000، فمعناته الرجال مو قاعد يموت ولا تاثر، اوكي، لان النظام مربوط بسونج وليس بالملك، اوكي، بس ما انا بقصد الضربه ذي، ترى اقصد انه ضد ملكين ما اشوف انه راح يفوز سونج ولا اشوف انه راح يتدخل احد الا لين يا محسن يقول كالعالم ابو قلبين، من شاف منكم مسلسل كالعالم؟ انا شايف ابو حسين، ايوه قال لك مع انتصار بيدك ولا بيد الغير، ايوه ولا بيد حد يطير ويسمونك ابو قلبين بشكل عام. انا شوفوا انا نظرياتي ما تزبط، لكن انا بقولها انه شوف انه سونج بيموت وبيرجع بقلب ملك الظلال، بيصير عنده قلب واحد بس اللي هو قلب ملك الظلال فقط، متفجر بطل مين بدال المانع سونج جنوال ملك الظلال، في واحد زيك لا سونج، في واحد في الدعم زيك يقول هل انا الوحيد اللي وده ان سونج يموت؟ ها هذا محسن معك انا، بس انه مو بيموت، يموت يرجع يموت ويا عنده قلبين، فأنا ما أشوف الصراحة إنه يبقى ملك لا 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 نفسه بيصير سونج، نفسه بيصير يعني هو نفسه سونج، ملك الظلال بجسد سونج بس، قول المهارة الأخيرة ما تنفك إلا مت. الله عليك أحد الشروط، يا سلام اسلم لي بقك، لا إنه أحد الشروط إن تفعل القدرة ذي إنه يودع الملاعب ويجي قلب ملك الظلال نفسه عشان تفعل القدرة، انه ما يستحمل مثلا قلبه وجسد سونج القدره دي مثلا، انا اقول قلبه رهيب، قلبه رهيب والله، ذكرت هاري بوتر على الحركه دي والله العظيم قلبه رهيب. طيب اشوف انه شو اسمه ناخذ اسئله، عندكم شيء تضيفونه ولا ناخذ اسئله؟ لا تاخذ اسئله لانه في ما يكون في حرب من الروايه، لا شباب ما قالوا لي ذا الامور، طيب كل اللي دعموا اهلنا وربنا، خلينا بيجيب ابو ابراهيم شوف نسمع رايه، اصبر اصبر الحقيقة إني بيجيب الشاحن، بس إني بيجيب إبراهيم، جيب الشاحن وجيب إبراهيم وجيب ال الحين أخذ سير على مطعم، جيب دحوم معه وجيب كل شيء، تكو خاطني بالطريقة اللي تحت، بسم الله عليك، بسم الله عليك خوفتنا يا شيخ،
قال حيتاني ارجع بقوه متفجره الحين زعزع بموت يا بابا ترجع بقلب عاطفي على الاقل. اقول لك ابو برهوم سحب على سؤالين لي وسؤال لي بس عوافي انا تعودت على ماجد خلاص شكلي بغير اسمي قريب عشان ما فهمت. لا مستقعد يا بين ميكر بين ميكر والله مستقعد عادي دايم يقرا لك بس الله منه خطر سؤالين عادي يعني شوف ترى كل ترى يا بين ميكر يعني لما نخطر سؤال لك هذه من المحبه ترى لا يمكن ما يوصل عادي اي يعني المحبه احيانا تخليك لا حدود اي ما لها حدود ما لها حدود ابغى لك بخبير يعني مكانك في القلب يا صديقي سؤالك في القلب هنا لا تخاف سؤالك اي علاوي لا تخاف نعرف اي اي طيب لورا علي بيتش دعم هلا لا تغير اسمك بين ميكر ما عليك الامور طيبه صانع الالم حق اقول منور ابو محمد مره ثانيه المره اللي ما شفته اطلع ابو محمد شو قال ايش قال هذا بين ميكر يقول ان يعني النظار قال من قبل ذا كاتب في سؤاله ودعم انه منور ابو محمد ظهر ماجد ما قرا فاحيانا قريته قلت طلع ابو محمد فالوضع نحس عندك يا صديقي مش مشكله عندنا صدقني يعني طيب جا صديق بين ميكر اللورا علي زعلي علي عزيز علي بليتش تقول حتى انا عدلت اسمي يا بين ميكر وخليته واضح لانه معاذ ابراهيم دايما يغلط معاذ يغلط لا حتى لا طلعوا انشاءات علي سمحت لو سمحتوا لا طلعوا اخطاء انا ما اخطف الاسماء واكبر دليل في هانتر اللي قاعد يشوفني في هانتر يعرف ان انا قاعد اقول الاسماء على اكمل وجه وافضل حتى هادي ما تغلط فيه صح حتى هذه قاعد اسميه شو اسمه حمد ما فيها شيء يعني الاسماء هذه ما تعتبر معضله بالنسبه لي واللي يشوفها معضله بالنسبه لي يراجع نفسه اما انا صراحه اموري طيبه لو سمحت يعني كلمات يقول لك منور بين ميك يقول لنا دعم اول مره ولا ماجد ما شافه فرجعت دعم ثاني وقال منور يا ابو محمد انا عازب بين ميك بغير اسمه سب انت يقول افا ليه أبرام سمعت الكلام اللي قلناه سمعت نظرية زعزع الشاطحة هذا النظرية طيب شايف النظرية تقول يا طول العمر أول شيء ريلاكس اي أنا ريلاكس روح ليس على ما تعيدها اي النظرية تقول إنه سونجي بيموت حلو سونجي بيودع زين هو عنده قلبين فبيرجع بقلب ملك الظلال خلي أكمل دقيقة بيرجع ملك الظلال نفس سونج نفسه هو ما فيه يعني ما فيه ما رح يذبح هل ويذبح البشر لا نفس سونج بس الله منه بقوة متفجرة لأني أشوف إن سونج ما رح يقدر على ملكين إذا ما في إذا ما حد تدخل يعني زعلت عليك أنا أتكلمني هذا زعل عليك أخي ماش ما في سبورت ودعم حق المواهب جماعة اسماء الغلط الأسماء الغلط هذه أساساً موهبة يحسد عليها الكثيرون كيف يعني... تبقى خليه سميت خميس؟ أي ما كل الأسماء نعم سميته كمش عطيته اسم تنين كفو عليك والله أنك كفو والله أنك كفو خميس زين بس كمش وجاسم ومشاري كلكم اللي قلتم منور يا أبو محمد ترى قلنا له إحنا يمكن ما سمعته أنتم بس إحنا قلنا له سمعت صح؟ ايه كلهم شفت لهم كذا ايه ما خلاص يعني مشاري والجاسم وكل اللي كتبوا اسئله وذا في القلب في القلب فديتكم معليش يعني تحملوا ماجد الفهد اليوم شكله برهم ليش قلت هالشيء ذا لانه سبب القدره اللي ما تتفعل يمكن من الاسباب انه لازم يظهر يعني قلب ملك الظلال يتفعل ملك الظلال قلبه ظهر قلبه وتفعل تبي يتفعل مره ثانيه لا 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 سبير هو سبير يعني انت الحين بالسياره عندك خمس كفرات اربع كفرات سبير في سبير لازم تبنشر اول بعدين يصير لك ايه تبنشر تستخدم كفر هذا قال ملك الظلال عنده وجهه نظر بنشريه صح انا اللي اقول اشوف يعني استغفر الله العلي العظيم والله هذا يا زعزع ما زين هذا كلام ما زين يا زعزع ما ترى ممكن يعني نظريتك ممكنه صراحه نيم 1 هلا ابتسام 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 تقول لك ابراهيم خلص كثير عن هانتر احسن اي والله اي والله
مع اساسا انا متاكد انك ما شفت البث، لانك شايف البث ما قلت اي كلام. شوف كل اللي كانوا معي امس يعني اربع ساعات كام. اي ما شفتي قال يعني مستقعد انت يا مستقعد. لا والله ما مستقعد، انا مسكين، انا دائما قاعد انا اغطي فجوات سديم وابتسام وذول كل الاشياء ذول اللي اخطينا بنحاول نعدل. لا الامور طيبه، والدليل الاكبر يعني في البث الجاي ان شاء الله اللي ما ادري متى بيصير اليوم، بس انه ان شاء الله البث الجاي حق هانتر حتشوفون تحسن كبير في نطق الاسماء. انتوا عارفين انا الصراحه انا معجب، الصراحه انا معجب ابو خليل انك يعني ما شاء الله طموح، احب الشاب الطموح صراحه. إيه العوده بترجع اول شيء طموح انك قلت بخلص بيومين، في ما شاء الله عندك طموح عالي ما شاء الله. ثانيا انك تقول بيرجع، انا كنت اقصد انه كل يومين فاصل، بس انت فهمته غلط. كيس اي سليمان يقول لك نظريه مجنونه يا زعزع، اتفق معك، سجل بنشري معك. انا احلمني يتفق، خلاص ما في احد يتفق، كيس اي سليمان يتفق خلاص. يقول زعزع مصر اللي يذبح ولدنا، ليش يا ولد زعزع بيرجع نفسه بيرجع. عثمان وعلي يخلون الواحد يتوتر، ماني فاهم. معلومك يا محسن، هم عثمان وعلي جوكر ديل قاعدين في الشات بس يعني يوترون العالم. و منشني انا يا جاسم قراد الحين، وذا يعني ايش فيكم علي وعثمان، ايش فيكم توترون؟ اعطاك شو راح يصدق محسن. اقول لك ابراهيم لما تخلص شوف ملخصات ماجد نصيحه. اي والله انا شفتها شاف امس الله يقعد تعال. لا بعد ما خلص ذا بيجيكم العلم في هانتر، يا غدي نحط هوينتير صعينو ايش شاف. دل ما شافنا بثي كامل، لو شافنا بثي كامل كان هاي البرهوم اول مره. البرهوم اول مره بخليه يشوف انطباع لك كامل. لا ما 50 دقيقه والله العظيم 50 دقيقة. احنا ما اشوف، خلنا خلص بعد ما خلصت ذا شفت المعركة كاملة. خلنا خلص ذا شوف بعدين ناخذ كامل المعركة كاملة. لا 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 خلنا نخلص بعدين نتكلم. يلا يلا خلص عشان ما نظلم سولو يا شباب. ندخل هانتر على راحتنا بعدين. لا 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 ذا بيجي هانتر دوره، بيجي دوره هانتر. ما طيب بالنسبة لسولو نظريتك يا زعزع خلها لك. انا اقول لك الرجال بيجدد بيتعافى بالكامل وبيكمل جلد ومجالد معاهم، يمكن يفزع على احد يمكن حتى ما يفزع على احد. ترى احمد ما يتفق معك ان ذيل بيسوون شيء. من هو ذيل؟ الناس الموجودين ذيل الاسهم والنمر والفهد يقول ما يسوون شيء. يكسبون له. انا قلت لك، انا ايش قلت لك؟ انا قلت يكسبون وقت عشان يتعالج سونك. يكسبون وقت. لا تقولني انا ايش قلت بالضبط؟ لا تقولني جاي يسوون ضربه عشان يكسب سونك وقت انه يسوي ريفيل. قلت لك انا ان شاء الله اي احد ان شاء الله لو بيبسي مو اول شيء للمعلومه بس ترى سونك ما في ولا بني ادم يعرف انه ياخذ جرعات عشان يتعافى. فملك الوحوش دحين طاعنه متيقن نقض عليه. فبيطلع يده وهذا بيطيح على الارض وبيقفي عنه ملك الوحوش. خلاص انا قتلته، ما يدري ان هذا بيطلع جرعه وبيقوم من وراه يصبخ والده. في اللي اهم واقوى من الجرعه، اذا كمل ليفل يجيه ريكفر ستاتس يعالج كل شيء. اها كم ليفل هو؟ كم ثلاث ليفلات؟ بسم الله عليه موجود عنده تعافي بس ما سوى. لا هو مو ما سوى لسه، دوب اخر الضرب سواه مره لان انتهى الفصل. لا سوى هذا حق اللي سوى حق التدريب. ايه. حق التدريب اليومي. التدريب اليومي. انا متاكد انه في احد الفصول السابقه اللي سوى ليفل اب وعالج نفسه بالكامل. متأكد. الا صارت ماني بذاكر متى بس ان شاء الله صارت. واللي يذكر الشباب من في اي فصل جد يقول بالبرج ترى صارت الظاهر اعتقد. شو اسمه هذا برج الشيطان بين ميكر ما بتورف قاد. لا برجنا وي ويل توك بين ميكر بعدين وي ويل توك. معليش اسمع، وكان في اخطاء والله. سؤال شوف هذا مو سؤال، هذه أسئلة ومسوي لها في تويتر منشني عليها أدري عنها. أوه يلا أجدع يلا أنا أقرأك السؤال الأول. هل لملك الجليد قدرة الإحياء لأنه استطاع أن يعيد دورة إحياء ظلال سونغ رغم أن سونغ هو الوحيد اللي بإمكانه إصدار أمر متى سوي زي كذا؟ أنا ما أذكر خروج الظلم مرة أخرى بحال موته. شو يقصد بالضبط؟ متى سواها؟ هيشرح سؤالك يا جاسم. أطلع يا بلا شرح برهوم. انقل 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 برهوم. ليش السؤال؟ هل لملك الجليد القدرة قدرة الإحياء
لأنه استطاع أن يعيد دورة إحياء ظلال سونغ رغم أن إيه عشان يستهلك المانا مو حين لما يموتون يعيد إحياءهم سونغ. هو ما قال أنا بعيد إحياءهم، قال أنا بستغل هم إنك أنت تعيد إحياءهم لما يخلصون، يعني أنا كل ما قتلتهم هم كل ما هم تجددوا هم يقتلون تحت الستارة الجليدي هذا. إيه وكل ما ماتوا يجددون يستنزفون مانا منك لأنهم محبوسين ما يقدروا يطلعون. إيه فهو ما قال أنا أعيد إحياءهم، قال أنا بقتلهم، يعني مو بس مجمدين واقفين لا مجمدين بيسكلي اللي هو كان يسويه اللي هو كان مسويه باختصار الوحش هذا الملك الجليد إنه كان يقدر يجمدهم ويخليهم ثابتين مجمدين ما ينضرون ولا ينقتلون ولا شيء. هو قام يقتلهم داخل الظل باي ديفولت لأن قتلوا يطلعوا من جديد. ففي كل مرة ينقتل طلع من جديد ينقتل طلع من جديد تستنزف مانتك يا فالإجابة بكل بساطة لا ما يستطيع يا هذه إجابة السؤال الثاني هل الأعمدة اللي تكلم عنها المهندس والتي هي هالة الملوك مع سون والذي نراها يتم التركيز عليها في آخر كم فصل وهي تصل إلى البوابة التي بالسماء لها علاقة بمنزل يخرج منها؟ كان يتم إمداد من بداخل الطاقة اللازمة حتى يخرج، يعني كأن البوابة هذه هم ما قالوا بنروح نهجم عشان نفتح البوابة، هم قالوا انهم بنقتله قبل يجي ملك التنانين. فالهجوم مو بالمقصد منه انهم يمدون البوابة بالطاقة، الهجوم المقصد منه قتل سونغ والتخلص من البشري المتحكم بقوة ملك الظلال قبل ظهور ملك التنانين. متى عاد بيجي ملك التنانين؟ لا يوجد جسد يستطيع احتواء قوته. بس بيجي. طيب السؤال الثالث، لماذا لم يخرج سونغ العمالقة؟ لماذا لم يخرج سونغ العمالقة من ظلاله والذين أخذوا من ملك العمالقة ريقة في قتاله مع الملوك رغم أنه أخرج معظم الظلال؟ طلعوا العمالقة وجمدوا للأسف. ما أحد منهم يعتبر في قوة إجريوس والآيرون والذيلي لا يعتبرون ظلال. خلاص بيرو مارشال، خلاص بيرو مارشال. طيب السؤال الرابع، عندما رأى ملك الجليد سونغ أول مرة تعرف على هذا ملك الظلال قال له لماذا لم تأتي إذن؟ وها هو الآن يحاول قتله بما هو التفسير لذلك. يقصد يوم شافه أول مرة كان يظن أنه ملك الظلال خوينا آشبرن، يقول إذا أنت رجعت ليش ما جيتنا؟ اكتشف بعدين انه مش اشبر، انه سونغ اللي مسيطر وليس اشبر اللي مسيطر. هنا قال لا لازم نقتله، ما ينفع اخلي قوه ملك الظلال عند واحد ثاني غير اشبر. بس بكل بساطه بس ترى قالوا انه ما ودنا نذوق الالم والعذاب اللي ذقناه على اساس ان المهندس احياء بشروطهم او بطريقتهم. ايه ماسكهم مسكمهم بجدار ملك الظلال بس انه هم كان يقول الله. المهندس اللي يتلاعب ويتحكم فيه بدت النظريه تقرب. إيه ما سمعت رأيك نظريته. كلام المهندس. قال خلا لي. يقول كلام المهندس هو كالآتي، عندما تبنى أعمدة النار التي تدعم السماء سيأتيك الموت المحتوم. تفسيري لها اللي هو جاسم. أعمدة النار الهالات اللي تخرج من الملوك على شكل أعمدة للسماء تدعم السماء تدعم البوابة العملاقة التي بالسماء حاليا الموت المحتوم الشيء الذي سيخرج من البوابة بعد أن يمتص كل تلك الطاقة. ممكن ليش لا تفسير منطقي بس انا ما ادري. كينج ميشو دعم 10 دولار زي ما وعدت يا ابو خليل ابشرك اليوم وصل الايس هاكي وجربته وطعمه خرافي. اريغاتو اريغاتو يا كينج ميشو والحمد لله ان الطعم عجبك بالعافيه يا قلبي. يبي لي والله الحين ايس هاكي المفروض اني قمت سويت لي واحد. المهم الله يشعللك لو حطيت مع ايس كريم خلصت أسئلة جاسم. أي أي أفضل في تصاعد القوة سولو ولا دراغون بول؟ حلو السؤال. من الأفضل في تصاعد القوة سولو ولا دراغون بول؟ منطقية أكثر سولو. أنا أشوفها أسرع وأفضل في التسارع والتصاعد. سولو أفضل حتى الآن. أفضل عمل شفته في تصاعد وسرعة تطور البطل وتصاعد القوة والقتال سولو ليفلي. حظ ضوابط يعني ما طلع منها. هذا الشيء الجميل. ولا وبعدين ترى ما شو اسمه ما سوى تيست القوه ما ادري تيست كهو سونغ الا يوم وصل مراحل عاليه. فلو مسوى كل بعد مهمه كان تشوف يوصل اي او بي بعدين سي ليه ما يوصل يعني. فشوف مره منطقيه. هل تريد العوده لحياه زعزع عندك اقل من نص ثانيه تجاوب مت خلاص زعزع ترى اي والله النظام جي معي.
يوقف قلبي يا ولد. يقول لك ما عاد اشتاق منكم لحبيبة سونج الأولى يوم كان دجاجة، يقصد المعالجة ذيك اللي تخاف. والله أنا رهيب أقسم لنا رهيب. حازمها على غدا الحبة الأول. لا لا بجيش وما شنو سحب عليه وراح هذا لقي الأحلى شاهين الأحلى والأقوى والأسرع والأفضل الأغنى والأغنى الرئيس. وجازم الفلاحي $10 شكرا لك أخوي أحمد الأمان على القراءة الكلام وكذلك الموجودين والله يعطيكم العافية يا رب. حبيبنا يجسوم أريقتو أريقتو كوزايمس كذا خلص الأسوار ولا باقي شيء؟ لا أصبر برام. يقول عثمان باقي 26 فصل من الرواية زائد كم فصل جانبي؟ سمعت كلام راشد. يقول راشد وش اللي واقع على الشخص اللي جاء من ورا وقال لهم لا تتدخل؟ هو سم هو راشد يحط احتمالات أخرى ممكن يكون مهندس. ليش في احتمالية؟ ليش ليش راشد ليش تخالفنا؟ في احتمالية يكون المهندس وحط احتمالية أخرى إنه هو ملك التنانين. ليه؟ لا لا هو أبو سوم إيه بس في احتمالية يعني أنت إلى الآن ما في شيء 100%. ما لا 100% احتمال الأكبر أبو سوم. تدري والله أنا أخاف منك خلاص ما تعرفك في احتمالية. إن شاء الله تخاف من بعد. إن شاء الله تخاف من. لقبت منه الأقمع ريمة. إن شاء الله تلقى من بعد. لا خلاص أنا أتفق معه في احتمالية في احتمالية. تعود الإبليس نعم ممكن مش أبو سوم. شوف نفس اللي صار لك نفس اللي صار لك مع راشد بيصير لك معي إن شاء الله. لا أنت لا أنت تحتك عادي يا زعزع شطحة ما لها حال. يعني بيموت قلب سونج بس بيرجع يعيش بقلب ملك الظلال. سونج وينه؟ لا قلب ملك الظلال يعيش يعني عشان تحقيق للنبوءة يعني هذا قصدك ولا أي أي طيب يمكن النبوء مش ملوك يمكن حكام. عارف السبب بطل العجب يمكن حكام العميدة هو نوز يمكن العميدة الحكام الله أعلم الله أعلم هو نوز طيب كذا صار خلصنا سولو ليفلينج وننتقل الآن للمانجا اللي بعدها انتر كينج دوم. نختم أول شيء ونغير الثامبلل دوم هانتر تعطي دقيقة بعد كينج دوم هانتر. أي أوكي إيش باقي لنا على كينج دوم ولا شيء؟ لا عطني الفارق عندك أكيد. والله يسلمك ويخليك أنت تشوف أحسن مني وأقرب مني وكل شيء. ما تبي انت نسلنا هذا الجزء من البث لا تروحون معنا نعود لكم ان شاء الله قريبا في تاني تسجيل يا راشد.